بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. ألف 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 مبروك لكل جمهور النادي الأهلي العظيم الحقيقة، اللي دايما واقف وراء لعبته، وراء جهازه الفني، وراء إدارته، وراء مجلس إدارته، وراء جمعيته العمومية. الحقيقة حاجة مشرفة جدا وشكل رائع جدا جدا امبارح، وصول طبعا النادي الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال للسنة الثانية على التوالي. زي ما قلت لحضراتكم وزي ما كنا متفقين خلال الاسبوع الماضي بالكامل، لما كنا دايما بنيجي نتكلم كنت بقول لحضراتكم ان المباراه دي صعبه جدا، وبالفعل هي كانت مباراه صعبه، لان الترجي فريق كبير، الترجي واحد من اعظم الفرق في القاره الافريقيه، ولكن جاء الكبير، جاء للكبير نادي الاهلي. الحمد لله ان ربنا كرمنا وقدرنا نصعد للدور النهائي، وبالتالي بنحاول، او لاعبي نادي الاهلي وجهازهم الفني ومجلس ادارته بيحاولوا تحقيق طموح كل جماهير النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، وهي ان شاء الله الفوز بالبطوله العاشره وللسنه الثانيه على التوالي. يمكن الموضوع ده ما حصلش قبل كده غير ايام مستر مانويل جوزيه في 2005 و2006، وبعد كده خسرنا في 2007، وبعد كده رجعنا 2008 مرة أخرى للبطولات الإفريقية مرة تانية، وبالتالي هذا الجيل وهؤلاء اللاعبين بيحققوا إنجازات تاريخية. حتى الآن لم يحدث أي شيء، حتى هذه اللحظة النادي الأهلي تأهل إلى الدور النهائي، بس كده نقطة ونبتدي نتكلم على اللي جاي، نقطة ونبتدي نفكر في اللي جاي. مباراة قدر النادي الأهلي يفوز على الترجي التونسي بمجموع المباراتين 4-0، ولكن في النهاية ترجي فريق كبير جدا وفريق عظيم جدا، ومهما أي حد هيحاول أن يشكك أو يحاول أن يخرج الموضوع عن إطاره أن النادي الأهلي فاز على الترجي ووصل للمباراة النهائية، محدش هيعرف يعمل الكلام ده، لأن في النهاية العلاقات المصرية التونسية في كرة القدم، أنا بتكلم عن كرة القدم، العلاقات المصرية التونسية علاقات على أعلى مستوى وستظل كذلك، لأنه في النهاية زي ما قلت لحضراتكم يظل دائما الكبير النادي الأهلي هو كبير أفريقيا، مش بالكلام ولكن بالبطولات وبالأرقام وبتحقيق البطولات وبتحقيق كل شيء. وأيضا الترجي واحد من أفضل وأهم وأكبر الفرق في أفريقيا وسيظل كذلك، وده دايما اللي أنا كنت بقوله خلال الأسبوع اللي فات.